عنصرية الأتراك ضد العرب ما بتخلص، كل ما لها بتزيد أكتر وأكتر. يعني من كتر ما العنصرية فيهم بدمهم، بحس خلص صاروا زي في عندهم عيد العنصرية كل سنة، كل سنة لازم يصير في عنصرية بشكل ما، يعني يا أما هجوم على العرب، يا أما كلام عن العرب، يا أما مش عاجبهم إنه العرب جايين عندهم، لازم إشي يعني طقوس خاصة فيهم. هناك الكل بحس بكره العرب. أنا الصراحة ما كنت قبل أحكي هيك، كنت أحكي هي فئة بسيطة من الناس، بس بحس هناك يعني الأغلب 90% بكره العرب، خلص 90% منهم بكرهوا العرب، وفي 10% اللي هم بخافوا يطلعوا يحكوا إنه إحنا بنكره العرب لأنه بيكونوا مثلا مشاهير زي ممثلات، لاعب كورة، من هذا الكلام ما بيقدر يحكي، بس من جوا قلبه بتلاقيه كمان بكره العرب. شفت فيديو لمسؤولة بحزب تركي طالعة بتتمسخر على السياح وبتحكي يا أخي إحنا بلدتنا خلاص صارت كلها سياح، شو هذا؟ مش عاجبها يعني من الآخر إنه قاعد بيجيهم كتير سياح. أول بلدة يعني زي هيك أنا بشوفها، بالعكس البلاد التانية بس يجيهم سياح بنبسطوا إنه يس عم تتحسن الاقتصاد عنا، عم بيجينا سياح لأنه بلدتنا حلوة. إلا الأتراك بكرهوا هذا الشيء، لا ليش جايينا سياح؟ Ne bileyim Yeşimler'e geldiniz. Ben normal Türkiye'nin Karadeniz uçağına bindim. İndiğimde böyle insanları gördüm. Ben şu an biz kendi memleketimizde miyiz? Bilmiyorum. Burası nere? Bir tane bayrak var. Evet, dalgalanıyor ama altında Türkçe yazıyor. Ben anlamadım Türkiye okuyorlar. Okuyamıyorum o yazıyı. Otto Aider Center yazıyor. Tamam, sadece Aider. Yani زي ما انتم شايفين خلاص مش عاجبها انه هي شكلها زي هيك، وكمان مش عاجبها انه في عرب. شكلها واضح عليه جدا يعني من وجهها انه حياتها جدا تعيسة، ومش عارفة عشو بدها تتخانق. من الاخر كارن، يلي ما بيعرف شو كارن، كارن هي الانثى اللي بتكون كبيرة بالسن واصلة يعني بين 30 و50، هيك بيكون عمرها، ومش عاجبها العجب لانه حياتها تعيسة، ما عندها حدا مثلا يكون جنبها يعطيها حنان يعطيها حب، فبتطلع وبتعطي الكراهية تاعتها للعالم، وهذا اللي قاعدة بتسوي. والمشكلة انه مسؤولة بحزب، يعني مسؤولة بحزب ومنزل هذا الفيديو، ليش طيب؟ حتى الكبار هيك صاروا يعملوا، اللي واصلين بتركيا صاروا هيك بكل وضوح يورجوا كيف احنا كارهين السياح اللي بيجوا عندنا. لو كانوا السياح اللي جايين عندهم هدول اجانب بالعكس، لو اوروبيين لا اوروبيين، لان هم من زمان حلم حياتهم يدخلوا اوروبا، يكونوا معاهم للاوروبيين، يصيروا من الاتحاد الاوروبي، فهدول لا عادي بالعكس بينبسطوا عليهم، او ماي جاد ويلكم. بس عرب لا، واحدة متحجبة لا، ما بدنا هذا الاشي، هيك ما بيعجبهم ابدا. هي بمنطقة اسمها ايدر، هاي المنطقة انا روحت عليها وبحياتي ما عاد اروح عليها من بعد ما شفت هاي الفيديوهات. عن جد اي حدا بيروح على تركيا وهو بيعرف انه هاي الاشياء قاعدة بتصير وفي كتير ناس هناك بيكرهوا العرب انه يجوا، ما بعرف شو احكي لك. عن جد انت هيك بتكون بلا كرامة، يعني لو انت حاجز خلص اوكي روح، خلص بس تخلص لا ترجع تروح، خلص مش كل سنة تروح على تركيا، خلص في كتير بلاد تانية حلوة، لحتى ما يوقف هذا الشيء على الأقل. يعني هذا الشيء خلص كتير انتشر بكثرة، صار حتى المسؤولين الكبار صاروا يطلعوا ويحكوا هيك أشياء. زي ما انتم شايفين كمان وقحة يعني راحت بين السياح وعملت هاي الحركة انه انا بدي اتصور، هاي بلدتي على فكرة، انا بقدر اوقف هون واتصور، هاي بلدتي، ابعدوا لي، يلا بدي اتصور. قلة احترام، ما في ترباي، واضح انها تعيسة جدا بحياتها، عشان هيك قاعدة بتعمل هاي المشاكل، بتدور على مشاكل من الاخر. والحلو انه العرب ما عطوها سالفة، يعني ما حدا تمشكل معاها، خلص بعدوا، يعني شو بدنا فيها هاي المرة المجنونة كارن، خلينا نبعد عنها، خليها تتصور، واضح انه تعيسة بحياتها كتير، مش عاجبها العجب، فخليها تتصور وخلص، الله يعينها. فحلو منهم انه كمان ما عملوا مشكلة، خلص بس بعدوا، خليها تتصور، عقلها صغير، اوكي نمشي معاها مع عقلها هذا الصغير، نشوف لوين اخرتها. Bak kalp yapıyorlar benim damağıma. Öyle kalp olmaz. Kalp böyle olur. مش عاجبها كمان انه قاعدين بيعملوا قلب بالصورة، وانتقدت كمان هذا الشيء، قاعدين بيسووا قلب على جبالنا.
قلبع جبالنا اي شيء اي ما عارفه ما عارفه شو بدها تنتقد. واضح الكراهيه بدمها، بيكرهوا العرب هيك خلص. ليش بيجوا عندنا العرب؟ لا ما بدنا عرب، نحن ما بدنا، احنا ما بدنا نكون منكم، احنا ما بدنا نكون منكم وفيكم. الاوروبيين بدنا اياهم، دخلونا الاتحاد الاوروبي امانه، نقدر نكون زيكم. ما بدهم العرب من الاخر، بدهم بس اجانب، بحبوا الاجانب، بيحترموه كثير، بس ما بيعرفوا يحكوا اجنبي، ما بيعرفوا يحكوا كمان عربي. هناك ما بيعرفوا يحكوا الا تركي. لما رحت انا هناك حكيت قبل عن هذا الموضوع، رحت هناك بحكي معه انجليزي ما بيفهم، طب عربي ما بيفهم، وهو بيرد علي بالتركي. طب ليه عم بترد علي بالتركي يا بغل؟ انا مش فاهمك، فاهم علي؟ انا مش فاهمك، فيا بتحكيني انجليزي يا عربي، يا اما بطلع المترجم فاصبر علي، فاهم علي؟ يعني من الاخر اصبر شوي. بس بحس مخهم هيك ايرور، لا باجي قلع بلي ما فاهمك، اصبر. مو واحد مو اثنين، كتير هيك منهم كان هناك يحكيني بالتركي. طب انا مش فاهمك، ممكن تصبر لاني انا مش فاهمك. يعني انا لو واحد قدامي مثلا هندي، انا ما راح احكي بالعربي، ما راح احكي له كيف حالك شو اخبارك، لانه ما بيفهم. فانا بصبر بركز شوي بفكر اوكي، ما بصير احكي باللغه هاي لانه ما بيفهمها، فخليني اطلع المترجم احاول افهمه. بس ما في عندهم هيك، لا بس تركي. بس بدهم يدخلوا كمان بالاتحاد الاوروبي، ندخل بالاتحاد الاوروبي ما بصير. بس لا، احنا بنفس الوقت كمان ما نتعلم لا انجليزي ولا عربي ولا اي شيء، وبنكره العرب. Yani bizi getire getire niye buraya getirdin yeşim? Türk yok, bak arkadan oturacak savanımız yok, kendilerinin bile savanı var ya. Kimin memleketi bura? Bana onu söyle. Aşkım turist onlar ama ne yapalım? Biz bekliyoruz bir yerlere. Şu an turist onlar değil, sen ve bensin. Değil mi? Aslında şu an turist o değil, onlar değil. ما بيعتبروا سياح، قاعدة بتحكي على العرب انه هم بطلوا سياح، احنا اللي صرنا سياح، يعني من كتر ما موجودين عرب. طب المفروض تنبسطي، لانه هذا الاشي بيحسن يعني من سمعة دولتك اول اشي، من الاقتصاد، لانه في سياح عم بيجوا من برا الدول، دول تانية مختلفة، عم بيجيبوا فلوسهم من هاي الدول وعم بيصرفوها وين؟ عندكم يا. فالمفروض انت تنبسطي انه دولتك عم بيجيها كتير سياح، لدرجة انه انتو صرتوا الغرباء من كتر ما في كتير عرب. هي المفروض تنبسط من هاي الشغلة، بس مخها مش شغال على هذا المنطق، مخها شغال على الكراهية، انه انا بس بكره العرب. كتير منهم هيك يا اخي، كل سنة هيك بيصير يا اخي. تزودوها عن جد، خلص تروحوا على تركيا سياحة جد، لحتى ما توقف هذا الشيء على الأقل. يعني حدا يعمل قرار أنه أنت ما بصير هيك تعمل، هذا الشيء ممنوع، عليه غرامة، عليه سجن. يعني أي دولة عربية بالخليج، إذا أنت كنت عنصري مع مين مكان أيا كان، كنت عنصري مع هندي، كنت عنصري مع سوري، كنت عنصري مع أوروبي، في عليها عقوبة، في عليها غرامة، بيقدر يروح يشتكي عليك. هناك لا، في قبل بمرة صارت هاي من كم، من أسبوعين صارت، لما واحد رفع سكين على سائحين اثنين سعوديين، أخذوا الشرطة، هذا كان سكران، طلعوا، انتهى الموضوع. طب ليش هيك؟ اعملوا اشي اكبر، خلي يكون في غرامة، خلي يكون في اشي يذيهم للي هيك بيعملوا. هدول يلي جدا عنصريين يصيروا يفكروا قبل ما يطلعوا يعملوا هاي الفيديوهات. هناك وصلت معهم المرحلة انه خلص بيعملوا هاي الفيديوهات وبينزلوها بكل ثقة من النفس، ومسؤولين بحزب يعني عادي، خلينا ننزل العنصرية تاعتنا. ما بصير يا اخي، ما بصير هذا الاشي يكون هيك عادي، والشرطة تسكت، الحكومة تسكت، وانتوا لسه بتروحوا خلينا اروح على تركيا فيها جبال. روح على اي دولة تانية يا اخي، في عندك كتير دول، في عندك جورجيا، في عندك اذربيجان، في عندك كتير دول تانية بتقدر انت تروح عليها سياحة، ولا انك تروح على هيك دولة بتكره العرب. انا رحت عليها لهاي المنطقة بالذات، هاي ايدر، رحت عليها لهاي المنطقة، والصراحة ما شفت اي اشي عنصري، بالعكس، يعني من البائعين، من كل اللي كانوا هناك كانوا ومناح كتير معاي، عملوني بطريقة جيدة. بس دام في مسؤولين قاعدين بيعملوا هذا الاشي، المفروض انت ما تروح، حتى لو انه هناك في ناس بيعملوك بطريقة منيحة، في مسؤولين هيك بيعملوا. فعشان هيك انتوا اقطعوا هاي الشغلة، لا تروحوا سياحة هناك، عشان هدول يتعلموا الأدب، واللي فوق يعملوا قرار انه ما بصير نخلي هدول يطلعوا يحكوا هذا الكلام ويستهزئوا بالسياح اللي بيجوا عنا. في فيديو تاني حاب أورجيكم إياه للأتراك، وهم قاعدين بنسألوا كم ركعة صلاة العصر، وشوفوا الإجابات تاعتهم. İkindi namazı kaç rekattır? Kaçinci namaz? İkindi namaz. İkindi namazı 12. İkindi namazı kaç rekat? İkindi namazı kaç rekat? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. İkindi namazı kaç rekattır? 5 değil mi? Bence 5. İkindi namazı kaç rekattır?
Valla ben de bilmiyorum ki. İkindi namazı kaç rekat? İkindi namazı mı? 8. 8. Açıklar mısın? 4 sünnet, 4 farz. İkindi namazı kaç rekattı? Bilmiyorum abim ben ya. Ben iyi Müslüman değilim. Niye? Değilim. Almanya'da yaşıyorum. Ama Müslümansın. Müslüman mısın abi? Elhamdülillah. Teşekkür ederim. O kadar derinliği bilmiyorum ama. İkindi namazı kaç rekattı? He? İkindi namazı kaç rekat? Ay vallahi biliyordum, unuttum. Kusura bakma, çok ayıp oldu, kimse duymasın. İnan unuttum vallahi. Neyi kaçtı vallahi. في متحجبات كمان ما عم بيجاوبوا ما عارفين هذا السؤال متحجبين بس هيك للمنظر. في واحدة متحجبة حكى لها كم ركعة صلاة العصر، حكت 8، بعدين حست إنها غلطت جابت العيد، بعدين حكت 4 سنة و4 فرض. إجابتي صح؟ ما عارفة شو تجاوب. في واحدة تانية كمان ما عارفة كم واحدة، في واحدة حكت 5، قلت 5 من وين جبتيها؟ واحدة حكت 12، شو عم بصير؟ لهالدرجة كمان عندهم الدين بالمرة هيك، إنه مستصغرين الدين بشكل جدا كبير، ما عطينه اعتبار، ما بيتعلموا على الصلاة، ما بيتعلموا على هاي الأشياء، فعشان هيك بتلاقوا هناك كتير مسلمين مش عارفين كم ركعة مثلا الظهر، كم ركعة العصر. بدكم إياهم يصيروا عندهم أخلاق مع العرب، كيف بدكم إياهم يصير عندهم أخلاق ويعاملوا العرب بطريقة منيحة ويعطوا احترام للسياح وهم مش عارفين بدينهم كم ركعة الصلاة؟ يعني ما عارفين أي إشي. في واحد كمان حكى يا أخي أنا مسلم والحمد لله بس ما بعرف كم ركعة. بيحمد ربه كمان، الحمد لله أني أنا مسلم، لا أعوذ بالله، لا أكيد أنا مسلم 100% بس ما بعرف كم ركعة صلاة العصر. يعني كيف ما بتعرف يا أخي؟ حتى لو أنت مش مصلي من 10 سنين ما تعلمت هذا الشيء وأنت وصغير. ما بيعلموهم هاي الأشياء، بس بيعلموهم العنصرية ضد العرب. لو حدا قاعد بيحضر هذا الفيديو وأنت مخطط أنك بدك تروح، مشان الله يا أخي شوف لك دولة تانية، مليان دول فيها طبيعة يا أخي، مليان. لو عندك أوكي مثلا أهلك هناك وبدك تروح تزورهم وقتها هاي حالة تانية، بس أنا عم بحكي عن الناس اللي بدهم يروحوا هناك سياحة عشان يشوفوا طبيعة. في عندك 1000 دولة تقدر تطلع عليها وتشوف طبيعة، ما وقفت على هاي الدولة اللي بكرهوا العرب كتير. مسؤولة بحزب طلعت سوت هذا الفيديو اللي ورجيتكم إياه بالبداية، بكرهوا السياح العرب، مو أي سائح، السياح العرب هدول بالذات اللي بيكرهوهم كتير. وبس والله هذا هو الفيديو لليوم. لو عندك أي فيديو بتحب أسوي عليه ردة فعل ابعته على الإنستغرام ونشوفكم على خير. فأمان الله.